الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بطلة كربلاء العقيلة زينب. السلام على قمر بن هاشم أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أبا عبد الله، ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك، نشخص بأبصارنا نحو ضريحك، متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك، ننشد السلام عليك، معلنين الانتماء إليك، مستأذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك، مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق قُمْ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. نقف إجلالا وإكراما لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحشد الشعبي المقدس، وعلى أرواح شهداء غزة ولبنان وحزب الله واليمن وحركة أمل، لا سيما الشهيد المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، وكافة الإخوان المقاتلين الذين لهم الوقفة المشرفة ضد التوحش الصهيوني الذي ما زال مستمراً بالإبادة الجماعية ومستهدفاً أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني الصامد والشعب اللبناني. فلنقرأ لهم الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله
ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته، فجاهدت في الله حق جهاده، وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي أمي، وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة من خالفك، فاشفع لي عند ربك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف، برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا